السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. النهاردة معانا درس مهم جدا في الجرامر، وهو الفرق ما بين الصفات المنتهية بـ ED وصفات المنتهية بـ ING. طب في بداية الأمر بس عايز أوضح حاجة، إن الصفات المنتهية بـ ED والصفات المنتهية بـ ING هي صفات وليست أفعال. يعني عايز نبعد عن الفيربس اللي فيها ing بتاعت زمن مثلا المضارع المستمر، والفيربس اللي فيها ed بتاعت زمن الماضي البسيط. احنا هنا بنتكلم على صفه، الصفه فيها ed والصفه فيها ing. وعشان تفرق ما بين الصفات اللي فيها ed و ing وما بين الافعال اللي بتبقى برضو فيها ed و ing، لازم تحفظ قدر كبير من الصفات المنتهيه ب ed و ing علشان تفرقهم ما بين الافعال. واحنا كمان بنشرح هقول لكم على فرق واضح تاني ما بين الصفة وما بين الفعل. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك للفيديو وشير، واعمل لنا سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يبقى فيه ابديتس على طول باخر الدروس. نبدأ مع بعض. اول حاجة الفرق ما بين الصفات المنتهية بـ ED و ING. واحد، تعتبر الصفات المنتهية بـ ING خلاص عامة، بشكل عام تعبر الصفات المنتهية بـ ING عامة عن الشيء أو الشخص الذي يوصل لنا الإحساس. يعني هنا أنت بتتكلم على شيء غير عاقل أو شخص بيتصرف تصرف خلاص، أو بيصدر منه حاجة سواء من العاقل او من غير العاقل خلاص كده. وعلى هذا الاساس انت بتوصف الحاجة دي او الشخص ده. مثال، في شخص مثلا انت ما بتحبش تسمعه بيتكلم، او شايف ان الشخص ده ممل جدا لما بيجي يتكلم، انت مش بتحب تسمع الكلام بتاعه، فبتقول This man is so boring. I don't like his talks. يعني الشخص ده ممل جدا، انا مش بحب المحادثات بتاعته او الكلام بتاعه. فطبعا احنا هنا وصفنا الشخص العاقل ان هو boring، وهنا احنا وصفنا الشخص نفسه. مثال رقم 2، This film is very interesting. I wish I had watched it earlier. هذا الفيلم شيق جدا، اتمنى اني شاهدته من قبل، كان نفسي اشوفه من زمان. طيب الفيلم هنا غير عاقل، بتوصف الفيلم، يبقى صفة فيها ING خلاص كده. الفيلم حاجة غير عاقل، وذلك interesting هي صفة تنتهي بـ ING تصف الشيء غير العاقل. يبقى تاني كده، تصف الشخص العاقل أو تصف الشيء غير العاقل بصفة تنتهي بـ ING. خش على المثال التالت، Doing this job is tiring and boring. إن ممارسة هذه الوظيفة لهو شيء متعب وممل. طبعا جاب هنا تعتبر حاجة غير عاقل، وبالتالي وصفنا ان هي وظيفة متعبة ومملة بـ tiring و boring خلاص كده. على الناحية التانية بقى هناخد الصفات اللي بتنتهي بـ ed. تعبر الصفات المنتهية بـ ed عن شعور الاشخاص تجاه موضوع معين. يعني ده بيعبر عن شعورك انت، شعورك الشخصي تمام. الحاجة دي وصلت لك شعور، انت بقى حاسس بايه؟ مثال، I feel so bored. I want to try something different. اني اشعر بالملل، اريد ان افعل شيئا مختلفا. مين هنا بيشعر بالملل؟ انا اللي بحاسس بالملل، فبقول bored. وما ينفعش هنا نحط boring، لان مش بصف شخص عاقل قصادي خلاص، ومش بصف حاجة غير عاقل، ده بس بوصف احساسي او الفيلينجز بتاعتي. المثال الثاني، I'm very interested in technology and I like to follow the latest news. انا مهتم جدا بالتكنولوجيا واحب ان اتابع اخر الاخبار. هتلاقي كلمة interested زي ما انتم شايفين فيها ed، وده معناه ان انت مهتم او بتشعر بالاهتمام في مجال التكنولوجيا، علشان كده صفة interested فيها ED خلاص. دايما
دايما هتلاقي ان الصفه الصفه بتدي وصف لحاله شعوريه. حاله شعوريه، الصفه دايما تدي وصف الحاله شعوريه. خلاص ماشي. فاهتمامك بالتكنولوجيا ده حاله بتشعر بيها، شعورك بالملل انك عايز تعمل تغيير دي حاله بتشعر بيها. ده هيفرق ما بين اي فيرب وما بين اي صفه. I feel so tired and bored of this job. يعني اشعر بالتعب والملل من هذه الوظيفه. tired علشان شعور وبورد علشان شعور، صفات تنتهي بي دي. واخيرا مجموعه من الصفات بالاي دي ونفس الصفه بالاي ان جي. واتمنى ان انا اشوف التعليقات جمل مكونها بالصفات دي بعد ما نسمع الدرس ونسمع الشرح كويس. تمام. طيب اول صفه هي annoyed. annoyed يعني شخص متضايق بيشعر بالضيق. annoying الشيء نفسه بيبعث على الضيق. فيلم مثلا، امر حدث قدامك فانت بتوصف الامر نفسه ان هو بيبعث على الضيق. bored زي ما قلنا يشعر بالملل. boring الشيء هو الممل او الشخص هو الممل. confused يشعر بالارتباك او بالحيرة. confusing الشيء نفسه محير او مربك. disappointed يشعر بالاحباط. disappointing الشيء نفسه محبط. excited يشعر بالإثارة. exciting الشيء نفسه مثير. frightened يشعر بالخوف. frightening الشيء نفسه مخيف. interested يهتم بي، يشعر بالاهتمام تجاه شيء معين. interesting شيء شيق أو مثير. في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا استفدتوا، ولو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس وتابعنا على قناتنا على الفيسبوك خبراء اللغة الإنجليزية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب، والسلام عليكم.